عادت تشكيلة اتحاد العاصمة إلى أرض الوطن ظهيرة الجمعة بعد سفرية طويلة من العاصمة العراقية بغداد إلى الدوحة وبعدها إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة. وتمكن أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي من العودة بانتصار ثمين في مباراة الذهاب لدور الـ32 من منافسة كأس العرب ضد نادي القوات الجوية العراقي بهدف دون مقابل في انتظار مباراة الإياب التي ستلعب بملعب بلوغين بالعاصمة. وليد معمر. C'est une belle victoire parce que c'était fait dans des conditions difficiles. Les joueurs ont été courageux, ils sont bien adaptés aux conditions. À l'adversaire aussi, c'était une équipe de qualité qui a gagné plusieurs fois la Coupe d'Asie. Donc on est satisfait, même si on sait que la qualification va jouer à Alger au match retour. En attendant, on a beaucoup de matchs, mais on est content de ramener la victoire de ce voyage. كانت صعيبة سورتو سخانة بزاف ورطوبة عالية اللي عرفنا كيفاش نسيرو الشوط الأول دخلنا بقوة في الشوط الثاني وسجلنا هدف وضمننا نتيجة إيجابية إن شاء الله نزيد كونفيرمي هنا في ماتش ريتور إن شاء الله الحمد لله ولينا بلي 3 بوا جو بونس حققنا الأهم يبقى الماتش ريتور إن شاء الله رايحين نضمنوا إن شاء الله التأهل بنسبة كبيرة إن شاء الله ميم سي ماناش كاليفي دوفيس مي راح إن شاء الله نقدموا كلش باش نتأهلوا للدور القادم إن شاء الله.